الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا نوايا وثمان نسبة لبين مختزاي مختزاي ظاهره مختزاي حالات شنو نسبتك لو نسبي أربعة عموم خصوصي مطلقة هالشيء مختزاي ظاهر بيه شنو ظاهر يعني ظاهر حال هالشيء مختزاي ظاهر بيه مختزاي ظاهر حال شيء مختزاي ظاهر فقط هالشيء مختزاي حال بيه معناه أولية مختزاي ظاهر يجبت شون ظاهر شيء كتير أخوازي بلام حالك أوي كدوه جايك لو أنا كإخراج كلام لسر خلافي مختزاي ظاهر كريد أو سانك غير سائل وكسائلي لي أكيد وقت اللي برا بخصيكي فيشكش أكيد شكا قيت بردمي كغير سائلك يواي إشارة بخبرك أو وقت أعجك يوكتي ويوكلاخ ودسنة تسر فشت شاي وكو يعني وكو يكي انتظاري شفا انتظاري يكا وكو ما كسبه شي خوزيه بو معلومه بو امت شيه مقدم وباسه وكو انك خويت حكايتي خويت على لباري لحكايتي حضرت نوح وقومك يا كفرموي ولا تخاطبني في الذين ظلموا حضرت نوح واليك كخويت شان يكا داخو غير قرقا يان دوية تأكيد يكا توفرمي انهم آنیه بیه. هر و هاوش شیء اگر انکار غیر منکر عن نشانی، اکنون از رمزی منکر اکنون وقتی که و امارات یشتکی به وکو آو شخص، وکو جا شقیقو جا شقیقونو وکو چی کردم؟ یه آنو تا حکمی کیشی هاتی او کو شعرکی معرضیش، فشاعری بتل دفتره که شواهدی سویدی کوک، شواهدی مختصر کوک رو کو تعلیق که کرمد و یا آواته. شاید اما شاهده لباری چیه لکیه ایجا چیه اما او کوی کرو شاهده و تو یکی بیلوانه بتوانی هر لیسو او خزمته او که شواهدی مختصر کو کرو انشاءالله دفتر یکا دوه نشام نشیبه یکا یکا فقلت لی محرزین لما التقینا تنکب لا یقبطل که زیحام و یجعلو المنکرو که غیر المنکری وقتی وای شیه مال کاورا منکیره که چی نظر و منظره غیر منکیریه که الان ایسه تخصه اکی راسی آشکرا لگل فقیه کاب که فقیه که هر نیسر مین اخصاکوش زور راسه هر کتبه بگره پریسی خوی دوایی اگر ایسه تی ام حالتا لسری لاشو خوی بیلی لی اکاتو ایشی زنه جا اله وقتا منکیره بلان تو به هر و بساده یخصه لگل آقی لبر چی؟ چوش نچی تجیری چون ازانی خوی دلیل و امارات و شواهیده که یه دوار دلیل امارات شواهیده اگر فکری لیب کاتو الان پشیمانه به تو لین کارکی پشیمانه به تو لین کارکی یعنی دلائلی که لگل دلائل لگل یعنی چی؟ لگل یعنیه وقت یعنی معلومه بوی مشاهده بوی بلایو نگویزی بعضی و توانه شکی حال گلا که عقل شاید بیشتر خراب نبی. یعنی اگر هر لعقلی خوی که بفکره، بلام بگویری ام عبارت نکره بیشی عقل. چون عقل ما این تأمل او نیه، ما این تأمل بیهیه. اگر عقل وایه، ایو شکی های خوی ما این تأمل بی. آلتی که اگر تأملی پی بکاب عقل عقل خات کارو. بوي اللقرا ما انت أملك بريتي لدلائل وأمارات بريتي نيه لعقل لقرا قال يبي شون عقل ما انت أمل به النقمة انت أمل هو اشتك الإنسان تأملي تابقى دلائل بلغية أمارات برحانات أو هنسا مثلا وكوشي كما تقول أو أنت حاربو لو أنك إخوان دوانتو ويجعل المنكر كغير المنكر إذا كان معه أي مع المنكر ما أي دليل يعني إن تأمله يعني تأمل فيه إن تأمله شيء أي شيء من الدلائل والشواهد إن تأمل المنكر ذلك شيئا ارتدع عن إنكاره ارتدع يعني رجع عن إنكاره قال يبيل إنكارك إن به حدي أقل أقريته بو مرتبه متردد يا بو مرتبه خالي وزهن انت الإنكارك اي نعمله كإنكارين ما تشيليهد
وانتقل إلى مرتبة المتردد أو إلى خالي الذهن. أقرب مرتبة متردد يا خالي الذهن كقول ارتداعك إنكارك إنما جعل قال يا يعني شيء. ومعنى كونه معه أن يكون معلوما له ومشاهدا عنده. يعني معلوم بي أبوي أقر شيكي عقلي بي أقر شيكي محسوسي بي ومشاهدا عنده. أن يكون معلوما له أقر دليلك دليل عقلي بي أو مشاهد ومشاهدا عنده وقتك محسوسات بي. ما مسالك رنو السيبسي وكما مساقي جوامع. ومعنى كونه معه أن يكون معلوما له إذا كان عقليا وقت الدليل كدليل عقلي به. ومشاهدا عنده مشاهد به إذا كان حسيا وقت كمحسوسات به دليلك. كما تقول لمنكر الإسلام الإسلام حق يجيب منكر الإسلام إسلام حقا من غير تأكيد منكر شيسي فلم تأكيدنا كيبو. لأن مع ذلك المنكر دلائل دلائل دالة على حقية الإسلام. لبرا من شو كل قلعه منكرها هي دلائل بلقها وحجتها هي دليل لسر حقية الإسلام كنبوتي في عمر صلى الله عليه وسلم في أعجاز القرآن كأمانته. وقيل معنى كونه معه يعني لقريايا لقر مخاطبة منكرة كاية كنازل منزلي غير منكر كراوة معنى معه أن يكون معه موجودا في نفس الأمر. يعني دليل هيك لنفس الأمر موجودة يتل معلوم لازمناك كمعلوم مشاهد به بلا ما هو فيه نظر بو جاء دليل ببي أوتوبي نزاني لنفس الأمر بهذا دليل ببي إيسا لنفس الأمر دليل لسر حقية إسلامية النية لكابرائك جاهل في نازاني ونخوانا وارعوش يا شاو بات أزوانا مكابري خلقي في أبكا. لأن مجرد وجوده لا يكفي في الارتداع لفشي من بونوي ماذا لا أو كان أقل نفس الأمر بيت ما دام ما لم يكن حاصلا عنده البلاء يحاصر نبو به. وقيل معنى ما أمام بكوت ما وقيل معنى ما إن تأمله يعني شيء من العقل. قيل وتوسي معنى وكشتك يا بلاء وكتأملك يا بكاء شيئك بشك لعقل يعني لعقل بلا ما مجن زريوات يا أبو شو لأن المناسب حينئذ أن يقال ما إن تأمل به أبوال عمتنا كي مصنفا ما إن تأمل به بأنك ما إن تأمله يعني تأمل فيه به لأنه لا يتأمل لأنه لا يتأمل العقل بل يتأمل به. شو تأمل عقل ناكره تأمل عقل ناكري بقرة عقل تأملي في أكري وكوشي أمك كابرا منكرة بأشكرا بعالم أشكرا إنكارك كشي أروا بسأل سادة لقل يا خريبي جوابي بيته نحو لا ريب فيه خواهي تعالى هو سأل واسانيا بيتأكيد أفرمشك لقرآن أني لقلوها مخالفة إذا أما ظاهر هذا الكلام أنه مثال لجعل منكر الحكم كغيره وترك تأكيد لذلك ترك تأكيد كراوة لبر أما شركو نازل ومنزلي منكرك بغير منكر كراوة شون بيانك شون وبيانه أن معنى لا ريب فيه يعني ليس القرآن بمظنة للريب ولا ينبغي أن يرتاب فيه. وهذا الحكم مما ينكر أخوان حكم شاء زور لخلق إنكار يعني كله مقر نبو بوصل سادي يا أخوي تعالى أتتكوانيانو. وهذا الحكم مما ينكره كثير من كثير من المخاطبين. وهذا الحكم مما ينكره كثير من المخاطبين لكن نزل إنكارهم منزلة عدمه بو لما معهم من الدلائل الدالة على أنه ليس مما ينبغي أن يرتاب فيه. هذا يعني لا بد من شرك هو يكرر كراه شو كل قلي أنا هي وكم معجزاتي في عام صاصنا وكم نبوتي في عام صاصنا لا هي أنا هي كأجر كي بفكر أنت لازم إخوان بوين معلومة بي لازم نيك أما
شتي كان نشتكي أو هذا بلقى آه على شواهد وشيء هيا بلام بو أحسن وابو نيجي أما نازل أو منزلي منكر بغير منكر كراوة هر بيجي نازل أو منزلي وجودي شيء بمنزلي عدم كراوة يعني ريب نبوه وكو مري أنا خوتي أنا كد شتيش ينتيابو بيجي نخير أمشك كأي وكو لا شقوايا والأحسن أمز بويا وتي زاهري أم كلامه زاهرة كي تكون بجوري عبارة بر وكامين متنك أي كين بمثال بو غير منكر منكر بغير منكر بلا خواع تبليش من قصة كمان جي بجي كد بلا باش وايا مسلم بفرمايا أما مثال بو وجود شيء بناز ناز ومزرع عدم كي كراوة والأحسن أن يقال أنه نظير لتنزيل نيجة تمثيل مثالنا بيجة نظير لتنزيل وجود شيء منزلة عدمي بيجة أما نظيرك هاوريا وصوبنا وكو مكو منكر بغير غير وكو غير منكر بمنكر أكريا وجود شيء إشكا كسيش كتابة ونظر ومنزل عدم أكريا تنزيل بيت نظير تنزيل بيبو وجود شيء بمنزل عدم أكريا بناء على وجود ما يزيل ما يزيله بناء لسروك اشتكيك إزالة أو عدم أو عدم كاكيجة أما عقيدة لسر عدم كيسي فإنه نزل ريب المرتابين منزلة عدمي شككان كبون نازل ومنزل عدمي كرانا وجودي بو شون خواهي تعالى فرمي لا ريب بي لسر سبيل استغراق آخر نفي بيو يعني نكري بيو لحيزي نفي بيو استغراق لا ريب فيه يعني استغراق يرتياني كأنه شككتان وجود شككتان ريبكتان ناظر ومنظر عدم كراوة لبرشي ناظر ومنظر عدم يكي ايواناتي تجيري تأكيدي كيتو ولا تعويلا على وجود ما يزيله لبر اعتماد لسر وجود اشته كإزالي او عدمك حتى صح نفي الريبيان بشيويكي ودليل هيا او نبخوتا صحيح نفي الريب لسر سبيل استغراق كريبي هريت يكرنيا حتى صح نفي الريب على سبيل الاستغراق أما وكو شوية بيجي أما لقراءية كما نزل الإنكار ومنزلة عدم يعني بيك بمثال بناظر ومنظري وجود شيء بمنظري عدم نظير بي وكو شون ناظر ومنظري إنكار بمنظري عدم كيكره لبر او كشته ازالي انكارك يكا كما نزل الانكار منزلة عدمه لذلك اي لما يلزمه من الشواهد يا لما معه من الشواهد حتى يصح ترك التأكيد لو ناظر منزلي انكارك اكيب منزلي غير انكار حتى صحيح ترك التأكيد شكي لا قريش الواته ناظر منزلي وجودي ريبك كلوه بمنزلي عدمك يتر صحيحة نفي باستغراق بكي كسي سؤالك أما حتى إسامي اعتباراتنا كلامي ابتدائي كلامي طلبي كلامي كتر أو يككي كلامي إنكاري يا ابتدائية وخارجية يا طلبية ومتردد يعني كلامي إنكاري تا إسا أمانه وتمانه هرشي مثاله لنازل ومنزل كردنا كان لقشتيانا هموي لإثبات أبو يعني لكلامي مثبت أبو أي نفيتي والله نفيش فرقيتي كابرا متردد بيت خالي وزهن بلا زين قائم وتوبي بيجي تأكيدي ناوي متردد بيت وانا اختي قري كسي إنكار كالا قيامي زيد دار حكمه أبي تأكيد كلا نفيش الواسع زيد ليس بقائم نابي بناس واني بشي تجيري ما ترجيري او نا كبو كسي خالي يزين وكزيد قائم نيا يعني بو كسي بيجي إن زيدا لقائم مثلا بوت كسي كمنكر به وهكذا متائسة وتمانة وعطف لسر مقدر يعني او كتائسة وتمانة عطف على مقدر وهكذا عطف على مقدر يعني أما كتائس وتمانع اعتبارات إثباتة أي اعتبارات نفي شونة وهكذا مثل اعتبارات الإثبات اعتبارات النفي
لشي مثلا اعتباراتك من التجريد عن المؤكد عن المؤكدات في الابتدائي هذا كلام كان زاني شن كلام بنا وانا لبرو كلام شيء ابتدائي وانكاري وطلب طلب انكارك خرج واو من التجريد اعتبارا شغال نسي من التجريد عن المؤكدات في الابتدائي وقتك خارج الواية وتقويته بمؤكد استحسانا في الطلبية غير متردد واية ووجوب التأكيد بحسب الإنكار في الإنكاري غير منكر واية مثلا شون يجي لنا فيها تقول لخالي الزهني ما زيد قائما وليس زيد قائما وللطالب ما زيد بقائم حد يقل بيك بو يعني هذه بو تأكيدك ديك زيارية برام بو تأكيد حكمك وللمنكر يجيك لنفيا والله ما زيد بقائم وعلى هذا القياس لسلامة قياس يعني بو أوك اعتباراتي نفيك اعتباراتي وجود وايا كبقدر حاجة دقر مثلا زياتر بو إنكار كيتو شر وها زياتر كيتو بو نازل أو منظر أو بو غير نازل أو منظر أو شر وكو إثباتا قوايا فرق يعني أم أقصر له وكا إستاد تقسيمك أجا أم إسنادا كتائستي وثمان لم كلام خبريا كما حكمي بو كابم شي وبو كلام لهم كلام إسنادي كياتيا أم كلام يا أم إسنادا بريكي حقيقة عقلية بريكي مجازي عقلية انت اللي بأشيت اللي سر إسنادك كما فمجازي عقلي به كم مجازي عقلي وكم مجازي لغوي نية مجازي لغوي بريكي لشي مجازي لغوي استعمال كلمة كالغير ما وروع له إخويا وثما استعملت كلمة في غير موروعها لبر مناسبيك هيا ولقل قرينيك فدلالتك لسر أوكتو منظور في حقيقتك النبي فقط يهيني دي أقريت أمي دي أقريت مجازي لغوي وكو مثلا عين بكار بينا منظور ذات كابرا بينا فإذا رأيت عينا يعني كابرا يتم شافية كوت رأيت شخصا مثلا كسي كيتر شافية كوت أو شخص أخوازي به جاء أقر على علاقتين أجل على خل ما ينام بيني أنا ببي على قيد بسوبيت علاقة وتما نزوتر مثلاً يد ذكر ذكر كا منظور في قدرة بيت قدرة ذكر كا منظور في دز بيت فنج ذكر كا منظور في سر فنج بيت أما أنا قشت يعني مجازي لغويان في إيشن لبر علاقة كجاجر علاقة كمشابهة بهر أو مجاز لغوي بباستعارة رأيت أسدا نية مجازي لغوي كلمة كل غير موضوع له إخويا بكاري ناوة للرجل الشجاعة بلام شنكم مشابهة لشجاعتك أبت استعارة هر مجاز لغوي وبت استعارة در مشابهة بود استعارة أبت استعارة مشابهة أنبو يكيبو لو علاقة كانت لنا أو بسوفية علاقة أبت مجازي لغوي يا مرسلي في هذا مجاز لغوي مرسلي في هذا قال يبي فقد مجازي عقلي مجازي في الإسناد يعني نسبة فعل يا معنى فعل يا غير فعل معنى فعل أديب ولا غير ما هو ولا غير ما أويك بويدان راوة مثلا فعلين هي فعل بنا فاعلة توك فعل بنا مفعول ما شايكيت يكيني فعل بنا مفعولة توك فعل بنا فاعل ما شايكيت النسبة تكب ولا غير ما ورع له هذا أو للنسبة هاي لإسناد هاي أو لخدي كلمة هاي مجازي لغوي لخدي كلمة هاي أما مجازي عقلي لإسناد هاي كتوعدت إذا بنى الأمير المدينة أمير بناء مدينة كرت بناو أمير أعوانا لدو طرف إسناد هاي خوي هنا كتيا كردوا مجاز كتيا نكردوا بلام لا إسناد كداني بنا ولا أمير أم إسنادك ولا أمير يتو ولا عمله بنا نايدي إسنادك إسنادك مجازية بنا الأمير والمدينة وهي شبيه
دو طرفك مجاز لغوية به إسنادكيش كتيايتي أبيت مجاز عقلي فما اعتبارك لفظك خواسو لجيك لفظك تراداناوه آره أبي لفظكان كداناوه لفظكان خودي لفظكان أبيت مجاز لغوي إسنادكيش أبيت مجاز عقلي وقتها مجاز لغوي مجاز عقلي كوابنا مجاز لغوية كبتي اعتباره اعتبار لفظكان استعمال لفظكان لمسند مسند إليه أمانك لغير ما هو العلوي وكار الجنابه مجاز عقلي كبتش اعتباره لا إسنادك انت كيف يخويتي دو طرفك حقيقي بن مجاز لغوي بن أمان وقتي وابه لفظكان دو طرفك مجاز لغوي إسنادك إيش مجاز عقلي وقت وعد وترفك حقيقة نسبتك مجاز عقلية آوة نعم أنا بيزي مجاز عقلي ومجاز لغوي كون ابنه كو ابنه فقد هو باعتبار لفظك وصيغك هو باعتبار إسنادك نعم هذا نعم لك الله